Hello my students, أهلا بيكم في سنة جديدة إن شاء الله نشتغل فيها مع بعض مع مس رانيا عمر منهجنا Connect 2. Okay, اشتغلنا مع بعض السنة اللي فاتت Connect of Primary 1. السنة دي إن شاء الله نشتغل مع بعض Connect of Primary 2. أصحابنا كبروا وخدوا منهج جديد إن شاء الله بإذن الله المنهج ده هيبقى سهل وبسيط مش بالصعوبة اللي الناس متخيلها. المنهج حلو لو تابعناه واحدة واحدة وإن شاء الله هنلاقيه جميل. نركز بس شوية مع بعض ونبدأ ونشوف إن شاء الله منهجنا بيقول إيه. Let's go. Unit 1. Meet my family. Look and listen. Good evening. Good evening. This is my grandpa. These are my friends. This is my cousin. He is 5 years old. These are my parents. Again. Good evening. Good evening. This is my grandpa. These are my friends. This is my cousin. He is 5 years old. These are my parents. Okay. سمعنا وشوفنا مع بعض مس رانيا قالت ايه؟ طيب مش المفروض نفهم الكلام ده؟ تعالوا بينا ونشوف هنقول ايه. في عندي حاجة اسمها family tree. Okay? Family tree. What's the meaning of family tree? Family tree means شجرة العيلة. Okay؟ شجرة العيلة. ايه هي شجرة العيلة دي يا مس رانيا؟ شجرة العيلة دي زي ما هي قدامنا كده. بص معايا. أول اتنين في الصورة هما مين؟ grandparents. grandparents اللي هم جدودي. my grandparents يعني جدودي انا، عشان حطيت قبلها ايه؟ my. okay، حطيت ايه؟ my. خدنا السنه اللي فاتت وقلنا ان my لما بتيجي جنب اي حاجه فتبقى الحاجه دي ملكي بتاعتي انا. my mother ماما، my father بابايا، ممكن اقول my pen، my pencil، اي حاجه. الحاجه دي تتحول من حاجه عاديه كده لحاجه شيء ملكي انا. اوكي، يبقى اول اتنين عندي في الصوره my grandparents، هم جدودي. اوكي، ممكن يبقى عندي اجداد من ناحيه mother الام، ممكن يبقى عندي اجداد من ناحيه الاب. اوكي، اللي هو بابا وماما بس بتوع مامتي، وبابا وماما بتوع مين؟ بابا. اوكي، يبقى دول اسمهم ايه؟ grandparents. حد كده تمام؟ طيب نشوف grandparents لما جدودي دول لما اتجوزوا جابوا مين؟ اتنين منهم جابوا مين؟ بابا، اللي هي بابا ومامته، جابوا بابايا. اتنين تانيين جابوا مين؟ جابوا ماما. اوكي، فبقى انا عندي parents. انا بقى عندي parents يعني ايه؟ بقى عندي my parents، بابايا ومامتي مع بعض. بابا لوحده father، ماما لوحدها mother، لكن هما الاتنين مع بعض بقول عليهم parents. يعني ايه؟ يعني والدي ماما وبابا مع بعض. يبقى تاني grandparents جابوا مين؟ ها؟ mother and father، فبقوا اسمهم ايه؟ parents. طيب my parents مامتي وبابايا لما اتجوزوا جابوا مين؟ جابوني انا، صح؟ يبقى جابوني انا. وجابوا مين كمان؟ زي ما احنا شايفين في الصورة my sister. ايوة اختي. جابوا مين كمان؟ ها؟ شاطرين my brother. ممكن يبقى عندي اخوات بنات، ممكن يبقى عندي اخوات ولاد، ممكن يبقى عندي بنات بس وولاد بس او الاثنين. يبقى my جابوا my sister and my brother. اوكي، طب نرجع تاني فوق عند grandparents. طب هو جده ونينا جابوا بابا بس ولا بابا ليه اخوات؟ واحد ايوه سمع واحد بيقول ايوه انا بابا ليه اخوات، انا عندي عمو وعمو وعمو. اه صح، شاطر. يبقى ايه؟ يبقى جابوا مين؟ جابوا انكل. جابوا مين؟ انكل. اوكي، او جراند بيرنتس زي ما احنا شايفين كده
ها جابوا بابا وجابوا انكل زي ما بقول، او من ناحيه ماما جابوا ماما وجابوا برضو مين؟ اخوها انكل. لان انكل هنا بتمشي بمعنيين، مين هما؟ شاطرين، معناها انكل عمه او انكل خاله. فيري جود، لحد كده فاهمين؟ تمام. طب يلا تعالوا بقى ايه نشوف انكل بقى اللي هو ده خاله او عمه. لما عنده اولاد واحنا بنلعب معاهم مثلا، اوكي، في عندي ابن خالي او ابن عمي، اوكي. طب ابن خالي او ابن عمي بقول عليه ايه؟ my cousin. my cousin ده ابن خالي او ابن عمي، اوكي تمام. طيب بس لا، ده كازن كمان ممكن تيجي بمعنى بنت عمي او بنت خالي، نفس الكلمه يا مس. ايوه نفس الكلمه، هي هياها، اوكي. ماي كازن على حسب انا بقولها لمين. يعني لو قدامي بنت فبقول ماي كازن، لو قدامي ولد بقول ماي كازن، فهما الاثنين ابن خالي او بنت خالي، الكلمه بتمشي على الاثنين زي انكل بالظبط، ما بتمشي لان معناها خالي او عمي، اوكي. كده فهمنا my family. اوكي يلا بينا نشوف الفوكاب اللي احنا المفروض نعرفها النهارده. الفوكاب اللي عباره عن ايه؟ يلا بينا. Now listen and repeat after me. Okay? Grandparents. 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 Repeat after me. قول ورايا. Grandpa. 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 Okay. Grandma. 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 Okay. Mother. Mother. Okay. Look. Mother. Mother. Okay. Father. Father. بطلع لساني في تي اتش. Father. وما بنطقش الار قوي، ما بتكش عليها في الاخر. Father. Okay. Brother. 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 Sister. 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 Uncle. 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 Okay. Cousin. 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 معنا كلمة خدناها السنة اللي فاتت. Friend. 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 Friend طبعا صديقه سواء boy or girl. Okay. Okay. هنتكلم دلوقتي على حاجة مهمة جدا اسمها this is and these are. okay. this is these are. ايه دول يا مس رانيا؟ دول بنقول عليهم زي ما انتوا بتقولوا في العربي اسماء الاشارة. okay. اسماء الاشارة اللي هذا، هذه، هؤلاء. okay. بس هما عندنا في الانجليش مختصرينهم في ايه؟ في اتنين صغيرين كده، this is and these are. واحدة فيهم بنستعملها singular للمفرد this is. اوكي زي مثلا لو جيت قلت زي ما احنا شايفين كده this is my brother. this is my brother. brother اخويا one. اوكي طيب this is my uncle. this is my uncle. my uncle خالي او عمي ها one. اوكي طيب هنا انا استعملتها مع ايه؟ singular مع المفرد. طب تعالوا بقى نشوف لما لو عندي الحاجه اللي انا بتكلم عليها plural جمع بقول ايه؟ بقول these are my parents. parents mother and father. okay
mother and father اتنين هم parents okay. فهنا قلت ايه these are هنا استعملت اسم الإشارة الجمع these are okay. طب لو قلت this is my friend قلت this is my friend صديقي my friend one. طب لو قلت these are my friends يعني ايه اصدقائي اوكي عملت ايه حطيت لكلمة friend s يبقى انا ممكن الكلمة لما تبقى singular عندي او هي مفرد احط لها s في الاخر فتتحول لايه لبلورال تتحول لجمع اوكي فكده ابدا اغير اسم الإشارة يعني لو لمفرد هقول this is لو للجمع هقول these are ندي مثال للمفرد this is my brother this is my uncle this is my sister okay طيب من plural these are my parents these are my friends these are my cousins حطيت لي cousin اس ولاد عمي كلهم اوكي كده فهمنا this is and these are listen and read let me introduce my family these are my grandparents this is my uncle his name is Amr he wears glasses Look at my parents. My father is a teacher. And my mother is a nurse. My sister Amina is 5. My cousin Mona is 8. And my cousin Mazen is 6. Again. Let me introduce my family. These are my grandparents. This is my uncle. His name is Amr. He wears glasses. Look at my parents. My father is a teacher and my mother is a nurse. My sister Amina is 5. My cousin Mona is 8 and my cousin Mazen is 6. زي ما احنا شايفين في الصور عندنا grandparents grandma and grandpa uncle parents sister cousins okay زي ما سمعنا مع بعض وقرينا تعالوا كده نفهم ايه اللي احنا قلناه دلوقتي اول قطعة ما بدأها قالك let me introduce my family okay يعني introduce my family يعني هيعرف عيلته okay طب فاكرين لما كنا بنعرف نفسنا السنة اللي فاتت كنا بنقول ايه ما كنت بقولك introduce yourself كنت بقولك ايه عرف نفسك I am بقول اسمي I am Miss Rania okay أو I am أي اسم بقى I am Rana okay I am 7 okay I am in grade 1 دلوقتي احنا كبرنا بقينا in grade 2 I live in Egypt أنا عايش فين في مصر ده اللي احنا خدناه في primary 1 لما كنا بنعمل introduce myself okay طيب تعالوا بقى دلوقتي احنا هنعمل introduce my family هنعرف العيلة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده القطعة مكتوبة قدامنا بيقول ايه هنا اولها خالص بيقول these are my parents okay this is my uncle this is my uncle okay ده قلنا uncle خالي او عمي okay his name is عمر اسمه عمر he wears glasses لابس ايه glasses نظارة yes
look at my parents. شايفين my parents بابا وماما مالهم. نبدأ بقى نعرف ماما وبابا. My father is a teacher. My father is a teacher. And my mother is a nurse. And my mother is a nurse. فاكرين خدنا السنة اللي فاتت jobs الوظائف، خدنا teacher، خدنا nurse، doctor، dentist، firefighter، soldier. كل دي وظائف أو jobs إحنا خدناها السنة اللي فاتت. Okay؟ وممكن نراجعهم من حلقة المراجعة في أول حلقة في حلقة المراجعة على primary one، على كل المنهج في primary one. Okay؟ تمام. My sister my sister أمينة، اسمها إيه؟ أمينة. My sister أمينة is five. عندها إيه؟ five، خمس سنين. My cousin Mona is eight. My cousin Mona is eight. Okay? And my cousin Mazen is six. فهمنا كده القطعة بتاعتنا بتقول إيه؟ عرفنا يعني إيه لما يجي يقول لي let me introduce my family. هي هيها زي introduce myself. هنا myself بعرف نفسي، my family ببدأ أعرف العيلة بتاعتي. ما يجي يقول لي he wears يعني هو لابس، لابس ايه؟ he wears ايه؟ glasses. او مثلا عايز اقول هو لابس شيرت مثلا لونه ازرق او لونه احمر، اقول ايه؟ he wears a blue shirt or red shirt. تمام؟ خدنا شيرت، خدنا تي شيرت، خدنا سكيرت، خدنا كل الكلوث خدناها برضو سنة اولى. اوكي؟ نراجع على الكلمات ضروري ضروري في حلقة المراجعة بتاعت primary one عشان دي مهمة جدا وهتساعدنا ان احنا نفتكر ونكمل عليها. اوكي منهجنا السنة دي. exercise number one match. نشوف عندنا مكتوب ايه في الكلمات اللي موجودة قدامي وهنوصلها بالصورة اللي قدامنا. parents parents. okay yes very good parents. ها sister good brother very good grandpa yes. جميل، تمرين سهل وبسيط خالص ما فيهوش اي حاجه. exercise 2 unscramble. عندي الحروف متلخبطه زي ما احنا شايفين كده، هنبدا نرتبها مع بعض. عندي مثلا هنا ايه؟ o u s n i s c هتبقى ايه؟ cousin. very good cousin. جميل. طب نشوف مع بعض هنا number 2 m L Y I F A ها family. very good family. number 3 N E L C U uncle. very good شطار. exercise number 3 put this or these. this or these. جميل. number 1 احنا شايفين ده اهو، احنا قلنا this للمفرد، these للبلورال للجمع، ده ايه؟ واحد بس. يبقى هقول ايه؟ this is my father. this is my father. very good. number 2 عندي ايه؟ اتنين اهم. مين دول؟ my parents ماما وبابا. ماما وبابا. طب تعال نشوف كده. These are my parents. These are my parents. عشان هنا ايه؟ plural. طب number 3 is my uncle. This very good. عشان هنا this ايه؟ واحد بس. اخر حاجة عندي شايفينهم مع بعض كده كلهم اصحاب كتير، فهقول ايه؟ These are my friends.
These are my friends. Very good. عايزة أقول حاجة مهمة جدا، إن إحنا مش لازم السنة دي الكتابة مش شيء أساسي عندنا، يعني إحنا الكتابة مش شيء أساسي، المنهج كله معتمد على reading, listening, speaking. كي إن إحنا نقرأ ونسمع، نسمع كويس علشان نعرف نقرأ تمام ونعرف نتكلم، فالكتابة مش أساسي، لكن إحنا بنأسس. فيبقى إحنا الماميز ياخدوا بالهم كويس إن إحنا في الأول إن إحنا لازم نعلمهم برضو الكتابة، ده شيء من عندنا إحنا هنا في السكولة، إحنا ممكن واحدة واحدة ونعلم الكتابة علشان ما يبقاش فجأة كده يعني يطلع السنة اللي بعدها ما يبقاش عارف يكتب، لا واحدة واحدة ونبدأ نتعلم مع بعض الكتابة. أوكي، فيبقى لو إحنا بنتكلم النهاردة على writing أو الحاجات اللي مفروض نحفظها عشان نتعلم نكتبها، فهي الفوكابلري اللي كانت موجودة عندنا في البداية خالص اللي هي grandparents, grandpa, grandma, mother, father, sister, brother, friend. حط عليهم كمان كلمة حلوة أو سهلة glasses. أوكي، كده يبقى احنا عرفنا كل الوردز اللي المفروض نتعلمها في الدرس بتاعنا النهارده.